بالتوفيق لكم إذا كنتم تاكسيين يومية 3 يومية 4 أو يومية 5. نقيتوا المبالغ يلي بدكم تدفعوها والشبكة يلي بدكم تشتركوا فيها، ومش باقي غير نشوف أنا وياكم شو رح تختار المكنة من طبيت رابحين. ولكن قبل ما نبلش منرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوبة وزارة المالية مريم وردة. مساء الخير. مساء النور. كيف صحتك؟ الحمد لله. رمضان كريم. وعليكم. مرسي. مباشرة ننتقل أنا وياكم لأول سحب يومية 3. أول 3 طبيت لليلة 2/6/2019، سحب رقم 823. أول طابة رقم 7، بداية اليومية 3 مع الرقم 7. طابة تانية 1، والطابة التالتة والأخيرة لهيدي الشبكة 0. 7-1-0. إذن الأرقام يلي بربحوكن لشبكة اليومية 3 لليلة، إذا تكستوهن مشاهدينا بقلكن ألف مبروك. لحتى تعرفوا قد بتربحوا معنا تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 400 مرة إذا تكستوا أرقامكن بالدور، وإذا تكستوا أرقامكن حيالله المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب 70 مرة. من اليومية 3 بننتقل أنا وياكن للعبة الثانية، وهالمرة 4 طابات مع اليومية 4. عن جديد المكنة رح تخلط الطابات لنشوف شو هن الأربع أرقام يلي رح تختارن. طبعاً بشبكة اليومية 4 الجوائز أعلى من اليومية 3، وكذلك الأمر لليومية 5 أعلى منهم اثنيناتهم. نبدأ مع أول طابة رقم 3، الطابة الثانية 7، تسعة الطابة الثالثة، 3-7-9، و7 عن جديد الطابة الرابعة والأخيرة. إذن هودي هن أرقام اليومية 4، إذا تكستون مشاهدينا بالدور تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ب 4000 مرة، وإذا كانوا أرقامكم حيالله المبلغ المدفوع ضرب 150 مرة. أخيرا بننتقل أنا وياكم لسحب يومية 5. يلا 5 طابات هيدي المرة، إن شاء الله يكونوا كتار منكم متاكسين الأرقام يلي رح تختارن المكنة تباعاً قدامكن على الشاشة. الطابة الأولى 0، الطابة الثانية 3-0، 3-1، الطابة الثالثة 4-1، الطابة الرابعة بتحمل الرقم 8، والطابة الخامسة والأخيرة رقم 9. 0-3-1-8-9 أرقام اليومية 5 لليلة. إذا تكستون مشاهدينا بالدور لتعرفوا قد بتربحوا مصاري تضربوا المبلغ المدفوع ب 40000 مرة، أما إذا تكستون حيالله المبلغ المدفوع تضربوه ب 350 مرة. هودي كانوا نتائج سحباتنا الثلاثة لليلة، رح نرجع نشوفهم مرة جديدة. معك مريم، تفضلي. سحب يومية رقم 823 ليوم الاثنين 6/6/2019، الأرقام الرابحة هي سحب يومية 3 7-1-0، سحب يومية 4 3-7-9-7، سحب يومية 5 0-3-1-8-9. ألف مبروك لجميع الرابحين. شكرا لك مريم. مشاهدينا مبروك لكل يلي ربحوا معنا الليلة، لاقونا بكرة بنفس التوقيت وإلى اللقاء.